طريقنا الى ضريح نبي ايوب عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله تبارك الله. اليوم جو ابو محمد كيف؟ جو عالمي رذاذ، اللهم لك الحمد، واجواء من الاخر وبراد، يا ربي لك الحمد. هذا المسجد ماله؟ هذا شو ابو محمد؟ هذا مسجد كان. مسجد محمد. هذا صلى على النبي. هذا مش القبلة. هذه القبلة كانت قبل قبلة، محطوا المسجدات، وهذا بس أساس أن تبقى القبلة أثرية. هذه القبلة كانت على المسجد الأقصى قبل أن تنزل الآية الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر الله أن زين تكون على الكعبة الشرفة. القبلة كانت القبلة أنبياء الله، وكانت على القدس. سبحان الله. قبل أن تنزل الرسالة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولما قال وجه وجهك إلى شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم وجه ولوجوهكم هي هذه القبلة حسب ما يقال. أن لما احنا زرنا احنا المكان هذا في سنة 1987 كان في شايب كبير في السن، وكانت القبلة على المسجد الأقصى سابقا. ما شاء الله تبارك الله. زين، والمسجد هذا اللي بالداخل؟ هذا مش مسجد، هذا الضريح داخل. يلا شوف الضريح مع بعض، مع بعض. وين يوجه القبلة؟ وين قبلته؟ زين، كان محتار. الله سبحانه وتعالى علم في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام وين، فأمر أن يوجه القبلة. أما هي القبلة سابقا كانت على المسجد الأقصى، وهذا صار صحيح المعروف هذا. ابو محمد قلت لي اثر، هذا اثر النبي ايوب عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. الرسول ذكروا بان النبي ايوب عليه الصلاه والسلام كان طويل واثره كبير، فهذا وطئ اثر رجل النبي عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على رسول الله. هذا الضريح ابو محمد، ها هذا الضريح، والدليل على ذلك بان اثناء الشر اللي هو ضريح النبي أيوب، نعم، كما يقال بأن قيس الضريح، الضريح مش الآن اللي هو اللي ما وضع على الضريح الآن، لا قيس الضريح، الضريح اللي هو دفان عليه الصلاة والسلام، الضريح الأصلي يعني بعد ما تطور هذا اللي صار، وعلى أساس أنه نعم ترميم للقبر نفسه، حيث أنه ما حد يحفر فيه أو حد يتبارك فيه مثل الأمور هذه اللي نلاحظها اليوم في الشيء هذا. مو حقه هذا، لكن هو ضريح 12 قدم. 12 قدم. 12 قدم. سبحان الله. اللهم صل وسلم. على الدعاء هذا. نعم. الواحد إذا بيوصل من قبور الأنبياء أبو محمد. قبور الأنبياء، قبور المسلمين. نعم. الدعاء هذا مستوجب من المسلم لأخوه المسلم. الله يجزاك خير. الله يرحم المسلمين جميعا يا رب. خلهم. كيف أبو محمد؟ أقول لك الآية الكريمة لما قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا دعاء للأنبياء، للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فمستحب الدعاء للأنبياء وغير الأنبياء. ولا يا شيخ عبدو؟ الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما تدعي دعاء اللي هو دعاء مثل ما تدعي اللهم ارحمهم والله من لا، نقول صلت عليهم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أمر الملائكة فبدأ بنفسه، بدأ بنفسه نعم، ثم الملائكة ثم المؤمنين. زين، يا أيها المؤمنين، يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا وسلموا عليه. هذا دعاء، دعاء الأنبياء تصلي عليهم، صلي عليهم اللهم صل وسلم. هذا دعاء لما تشوف قبر النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. بس كانت كبيرة يا شاء الله، شريف متابعتك، بس وش رأيك في عبده؟ والله ما شاء الله عليك، أنا صراحة سوى جو يعني
سوى جو ما شاء الله. المكان جميل هذاك والله، احنا الحين والله والله المكان اللي رحتوا له ما شاء الله، ونسيتوا العيش ورحتوا تجيبوا العيش، مش عارف ايش المكان طيب. احنا عند ليفل، نعم سافرين بكره، عند ليفل سافرين بكره، والنيه نترك عندكم، وش رايك؟ والله على عين والراس، خذوها عندكم خلاص، خلي عندكم خير الله، نهايه الخريف على عيني وراسي. الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يحفظك، 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 الله يحفظك. حد اختار ذرة، وحد اختار بطاط، وحد عبده، شو تقول انت؟ شو تبغى؟ ذرة. لا شو قلت له تبغي؟ لا لا، هو قال لي دلنا خمسة ما، وكل واحد دلوا بنيادو، قلنا بدك كيس ما عشان نصير نتضارب احنا والبطاطس والمبانيد، كل واحد حاجه بنياد، فهمت؟ طبعا ايوه ايش قال؟ تبغى الترجمه؟ ترجمه هذه ما يجعل حطه بكيس، تبغى نشيل واحد كله هذا ما عشان هذا كل الحوسه هذه عشان احط كيس الماي حطه بس قاعد بشوف قرشه قرشه ايوه يدوري كل واحد بن يدو يد للبطاطس يد للماء ذكي بس عاجو قدامك الله عز الله الله يعيننا على عبده الله يا زين الذرة زينة الله ما شاء الله تبارك الله تقول ايش اقول لك انا اشتغلون اكل تحت المظله تملي ماء درسنا ماي الذرة فيها ماي اقول لك انا اشتغلنا ناكل تحت المظله عشان يشتم لي ماء من المطار ذا الحين تملي ماء ايش اقول له هذا منظر والله مطار واجد ولا ايش مطار واجد كان شغلنا ناكل تحت المظله المطار شامل لنا الذرة ماء ايوه ما لا الذرة ماء شامل له ماء ما يقول شيء مطار فيه خير ما نقول حقي عبد يوم جيت وين؟ يوم جينا الطريق هذه أيوة. رحنا نشوف قبر النبي ايوب نعم واحنا ننزل وحنا رجعنا واحنا ننزل نحن في نزول احنا في نزول سواء كذا ولا كذا انتم غيركم الطريق؟ لا ما غيرنا لكن هي الطبيعه الطبوغرافيه تتغير بسرعه بروحها يعني بعض الاحيان تطلع وتنزل وبعض الاحيان تطلع وتطلع في نفس الطلوع يعني رايح طلوع وراجع طلوع او رايح نزول وراجع نزول هاي طبيعه توبوغرافيه الطرق في صلاله سبحان الله تشتغل اوتوماتيك تراها الصباح غير وفي الليل غير خرجنا منها يعني بالله ما تحس انت يا اخي احنا جينا احنا واحنا نازلين والله الطلوع والنزول في مخك هذا انت نفس الطريق طالعين عليه طلوع ونفس الطريقة الحين نزول وش طالعين نزول وطالعين نزول يوم احنا نازل عند القابر واحنا نازل مخك الظاهر انزين احنا طالعين ونازل مخك علي العظيم احنا جينا اقول لك يا ابو محمد زلق لا تطحس ولا تطحس الحين والحين يا اخوي زلق عديناه فوق الحين طلعنا على المدينة قربنا على المدينة الله يصلح لا كذا انا ما فهم ولا شيء يعني شوارع اوتوماتيك بتقلب رايح رايح جاي انا استفسر شوارع اوتوماتيك تشتغل على الساعه ولا شو والله بلاش تنفيها الله يهديك الله يصلحك انا لو وديك هذا الطريق اللي فيه الجاذبيه الارضيه وانت طالع سياره تطلع بنفسها بدون لا تحطها في الجير بيشرد بيتجنن بحسب انها مجنن هنا في صلاله في صلاله لا لا خلنا قحطنا واجب نروع روع الجذبه اسطر الحين جننتنا بتوصل هناك وتجنن ناسا شوارع اوتوماتيك تشتغل هي طالعه نازل ما شاء الله داخلين على عين جرزيز واليوم عين فايضه يا اخواني شوفوا ما شاء الله تبارك الله فايضة العين لا ما شاء الله لا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله ها عبدو زين جو ما شاء الله ما شاء الله الزحمة هذه ما شاء الله الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله شوف 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 انا اشهد انها فائضه اليوم العين يا ابو محمد شوف العالم قاعدين بسطين ما شاء الله ما شاء الله شوف شوف ما شاء الله تبارك الله هذا المكان جيناه امس العين ما كانت فائضه
شوف اليوم مرة قص الشارع قص. الله الله هذا الحوار ما شاء الله تبارك الله. خبرنا الرجال راعي المكان يقول صار له يومين. يومين نعم صار. صار له يومين من الله يا بحل الدنيا هذه. تعال تعال بدخل تعال برا والله تعال تعال. تعال تعال بدخل تعال. دخل وين؟ تبي تصير داخل عزبة؟ أحلى. عزبة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. خبر فيها. الله شروب الحليب اليوم أنا بس عندنا طول عمرك كثر الله خيرك ما شاء الله ما شاء الله. وين بيروح الليلة أبو منصور وثباس؟ عندك يا أبو منصور مرة اشرب لما تروى ها يقول لك استريح مرة اشرب لما تروى ما شاء الله ها دبه الله يطول عمرك. لا لا يا اخي تبقون الشباب و... عندك شيء دبه انتم عندنا صغار زين زين يلا بنرتوي اول وبعدين ارتوي الله ما شاء الله العافيه في العافيه يا محمد ما شاء الله يا الرغوه كيف الحليب محمد رواش ها سكر سكر ممزوج بحليب ما شاء الله شوف 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 الرغوه اشرب عبدو ما بتشرب؟ لا لا بشرب يلا خلص وانا اشتي ثلاث حبات لحالي يلا خلاص حبات يقول ما شاء الله تبارك الله بسم الله شيل تليفونك خل التليفون يلا شرب شرب سم بالله بيصورونك وصدق زين لا تطيح المله لا لا ما عليك ما شاء الله بسم الله هرب شرب بسم الله بسم الله بسم الله يلا قلت بسم الله انت بنت بنخري دخل بنخري دخل بنخري دخل بخشم العافية يا شباب العافية ما شاء الله تبارك الله ما مصدقين هذا مهبش هو الرغوة كلها الله ما شاء الله تبارك الله نزيدهم الخير نزيدهم الخير اي والله وياك ها ما شاء الله خير فضيل وياك فرش هذا بعد ها الله يكثر خيرك خلاص مش يبارك الله وجهك لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.